سلام الله عليكم أمد الصوماليات ميلك سدافة ديرك جوكتان سودو هذا طبعا وانيجي وانجنير غاس وافيين كأمنيجا إرير خاتم قبل هذا سول سناجي عين طبعا وشخصي مركز تأتاقين دفاعي دا قبل هذا سول سناجي عين مركز تانا أفكيسا وقرنقا وقنا هيليا رير خاتمو طبعا ربضان وناكسان إلهي تمكن قدم بخير كيسا حين وافتشيو لمانتين عمر ديريع عبادة الصوبان إلهي بان ويدي سنينا كرقو لبسار طبعا مغالا دي لاسعانود يور بحنه قدم بيبان إني لوداقي دونا إي ساكي قصو غاري فرما هوري تشيدا هوري عيسكو هرفر ديان عيدا بدا حاقو دير الكرير خاتمو إيو كوحدة قولي ستدا مخواريش تا على الشباب إيو على الشباب يسو مالان كواسو إسقرب سرايا كواسو دون إيو إني قبل كسول قبصدان أما أيو مدا كسي كسي حسو قام ولي كرغو لبصار عيدا بدا حاقو دير الكاي دافاها مغالا دا تشوغا طبعا باريغا إيو قلبيت كسوغان أيو حاوي مقرم دك على الدوان قرم دا سودان كستبه وقيمي دب دبعا وحنا لو حوتي دنك قلبيت كا كبلو عنشي بورا حرقا يغوري على عدي إلى أوك إلى حدود قبيلات كبيشة إساق ميشة وكو كومية إذا ما ضحق ودرر كي رير سي سي يهيل ولا لا ياقا عانتا كوهايا طبعا يغوري بي فوتشوغان عيدا مدينو عنشيد يغوري أري عدي تولى سمكاب إلى يغوري إذا ما دين حقو درر كاتشوغا ومدى الصومالية بان روينا اللغو داقو إذا ما دا حقو درر كميلك سوي دا سيهين سيدو كالي باريغا دانكي مراغا أي نمان كارغا جحسادا أي نوغو جرين قدو فاركي وليغود كما صوب بحيان انتا يربان كو قدو منهنا دابعان سيدو كالي ور وجرى باع كارو إيمان بيشا وغاريحان وغاريحان بداني أيا وحاي سميسي حالي أما شساكا إذا ما كمانان يكمانان ودافع يعني دوحة 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 دو جذا وتسد دنك دو جذا يجو أو هلك تجدو يك جل يعني إذا ماذا وحل إذا ماذا أرجع حسنا الشمال لنا دعوة عيو دعوة عي ساند أين أمور الدنيا دنك رفقة سدوا كل لام جوا كحريه طبعا مقال كاسين سلي رئيق دونا جم هدا حق درر كإرير خاتم إيكو سوغن دوحة دو جذا دوحة دوحة دو جذا دو جذا مقالة لاسعانوت دو صعب تريد دونا ملشيات ككامر قط مصبيحي موسى واحد يدي صد صنكار ما أنت يدو دي كي يقين هاي كاي يلمين كامي يلينا وضد نهال قرا أم كريو فرانت ما أنت نكي صعب حصلا وضد كان درس كان هاي دي جامد أس وضد نسومير شر مري شري سجا وحبو وحبو بيس المين نفتي س يقول يسوي حس ومرك را oo de soo muslimi qofki bilaanka uu muslimaabe niki inta ka dambeeya ama xaabada bo laga soo qaadanayaa dhoodi ma jirto aan saad dambo soo marayaana ma jirto muhiimaddu wax weeye halkan kan muddo fudhuu musaaf ku haya anagu waxaanu ka midnahay ciidamadii lagu talagalay dhoodi inay waajibaadkooda ka gutaan si shaqo kasto ay tahay waxaan ugu balanaa دوين كان صوص على in this week عشرة لبيلا وانا وين بدن على وده وكوك ومياه اس سينا يكفر حضو انه نكفر انه ان شاء الله بدم الله كريم وحنوش جيا شعب كاس سي يهيل وال اوش ميرفع بمرسا على وجود كي جوت عدو انه وشرا وضدن كليا جرادو وفصحين ويكفى يدي سوين تينا ما تعرف فرسنا عدي كلي عنو رويني برنات هنا وعدي السوليب سا نفتو ذي مالكو دينا سي يعني دي انت عدي كتشرين بانسكو دافرنا السلام عليكم الرحيم سلام أدوان السلام يا دمان أمد إيسا سي سور سنة جيوعين يو هيل والال بميري جوغان به وحانو وحالكم كتشوغنا عطب كاميدا عطب يدا سور سنة جيوعين عيدا مديسا وحاوية قدنا يواجبات كودا شقو كنا عبادة سنة وحوية تعلمين تها كم هذا هي كريسو دولي قلبية قنتي وحن روا أنا أشيغو لو دي انت عاي لأكتا هاي وحوية ويقو انت هاي تدكي حقو لها بيات ديجي وشوغة وكهو القلية وحو حوية
isu socda ama waxa weeye ama ganacsi ha ahaato ama waxa weeye nooc ay u tahay gaadiid nooc ay u tahay ha ahaatee waxa weeye oo dambe oo waxa weeye mari doono ama looga shaki qabi doono doodii ma jirto amnigeedu way sugan yahay ciidamadii SSC baa ku sugan waxa weeye wanaga ka howlgalayna oo joogna waxa leeyahay muuse bixi ama adeer wiilkaaga soo dir ama mid kale soo diro marba ogaa isku soo sawiro waxa weeye tan ninkii lahaabaa u hadhaya waxaanu fulinaynaa go'aamadii ay soo saareen odayaasha iyo guddida 13-ka ah galbeed inaan ganacsi xitaa haba yaraatee wax inooga iman kara aysan jirin mar waxa weeye waajibaadkayga shaqaan u gudanaynaa ilaahay noo fududeeyo waxaan leeyahay adeer ciidamadaada halkaa ku go'doonsan ee ku jira ee afarta jahaaba laga fadhiyo ee waxa weeye ugu dambeyn dhabarkii laga soo fadhiistay waxaanu leenahay adeer intay kuu badqabaan dhiiggooda ma doonayno haddii aadan kala baxayn akuu joogan halkoodaas waad arki doontaa wixii kala soo kulmay asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaanu ku qabanaynaa saxaafad waxaanu salaamanaa ummadda soomaaliyeed wixii islaama annaga oo ah ciidamadii jamaahiirta ee sool iyo sanaag waxaanu nahay cutub ka mid ah ciidamadii SSC waxaanu joognaa dhoodi waxay ku sugan yihiin ciidamadu dhuuxaa dhoodiyeed waxaanu u nimi meesha inaanu halganka iyaga ka qayb galo inaanu wadooyinka iyaga iyo dhulka iyaga annagaa iskaleh inaan wax mari karaa jirin baanu haddeer baaq u jeedinaynaa maanta wixii laga bilaabo inaan idin mari karin dhoodi aanu xidhannay muuse biixina waxaanu leenahay ciidamadaada meeshaad marin lahayd adaaog waxaanu rabnaa si deg dega inta wadada qayb baanu kuu banaynaa inta kuu bannaan inaad la kala baxdid wad salaamaya waa anigu aa maxamed maxamed cawiil kawte dhuuxa dhoodiyeed dabcan maxamed axmed cawil kowte aad iyo aad baan ku salaamayaa myforma glasbeed aad iyo aad baan ku salaamayaa weriye dabcan ninkii muuse mujrim ahaa ama muuse daaquud ama muuse juudaan dhoodina waa laga xiray laamigiina waa laga xiray muusow muusow bal xaggee mari muusow ma cirkaad nagaga soo degi muusow xaggee mari muusow intaad naasahablood wiilkaaga kusoo sawirtaa tiri gooja cadiya xargagu yimi muusow horta qof islaama ma tihid muusow juudaano wali inaan qof islaamo xalaal ahayn beentaad quudataa beentaad guri kula hoyataa ceebtiin maaha caadadiina weeye dhammaan argagixisada somalilan waa reer been quutayaal waa reer been quutayaal waana dadka keliya beenta ka macaasha ama wax ka hela ka rogo laba saar innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dabcan magaalada laascaanood xalay waxaa ka dhacay dilkaas oo laba wiil oo walaalo ah ama laba wiil oo ilmaadeera ay isku khaldameen wiilla uu geeriyooday kii kalena gacanta lagu hayo taasina faamiliga ama tolweynaha dhulbaanta ayaa ka xaali doona laakiin argagixisada somalilan baa waxa ay wadaan brobagando aanan brobagando ahayn oo raqiisa wax raqiisay wadaan argagixisada somalilani 15 sano magaalada laascaano dad lagu dilayay lagu xasuuqay madaxa loo soo dubanayay hal qof miyaad soo qabateen waa maya hal qof miyaad soo qabateen tan iyo markii garaadada sharafta leh iyo kooxda jamaahiirta ama SSC force ay iyo hiil walaal ay magaalada la wareegeen nin allaa ninkii wax dila waa la soo qabanaya tolkaana ka wada xaalaya tolka walaalaha ka wada xaalaya laakiin ininku maxaad samayseen hal nin waad keeni weyde muddo 15 sano magaalada ku dhex jirteen aad xukumayseen 15-kaas sanaba dadka waad leeyinayseen jirimaad geysanayseen ilaa iyo haddana lama soo qaban korrogo laba saar dacaayadan raqiiskaa iska daaya hoo baaruud wax isla haysaan male somalilani dacaayadan yar ee raqiiska ah ee bloody fuckingka ah taasoo kale iska daaya wax naflaa la sheegaa annaku dabcan labada wiil ee ilmaadeerka gacan wiilka dhintay gacanka xaq dareen baa dishay isla markiina waa la hayaa laba daqa gudahooda lagu soo qabtay guriga garaadaduna joogaa garaadada dhulbahantaana ka wada xaalaay bal inigu maxaa hadda ma weji baa ini yaala weji inima yaala argagixisada somalilan weji iyo wanaag midna inima yaala war laascaanood wallaahi billaahi tallaahi calaa cashaa ma ka soo baxayaa timo waa maya soo maaha laascaanood taasay iniga tahay taasay iniga tahay argagixisada somalilan war sidaasi nabadgelyo iyo noolo kulante